زعما انت عندكم شعب كامل واعي وفاهم ومتحضر. هيا قول لي. قولوا الله العظيم، قولوا الله. وقيل الشعب المغربي كامل ملي يخلص ملي من الصغير للكبير متحضر. الحمد لله، قولوا الله، قسما بالله وتحلف بالله. الحمد لله والله كرم. شوف الدول المتقدمه زعما راك تخرج وراك تشوف الدنيا وراك راك ديفلوبي شويه، راك زعما كولتو في كوا. دابا راك تخرج للعالم، راك تخرج للعالم. في اغنى الدول وفي الدول المتقدمه كامل عندهم نفس السيستم، عندهم الطبقه الغنيه الفقيره، عندهم الامي القاري، عندهم المهبول العاقل. واش كاين شي دوله عندها الغاز والبترول كدير الصف على الحليب كما قال فخامه الرئيس؟ والله خويا حنا رانا عايشين لاباس بينا. الا حبيت زعما تشوف الواقع تاع الصح، افتح لي لايف في النهار باسكو انا جو با دوكا ما نقدرش نخرج لك. انا دوكا في اللي نصور لك الحاله كامله راهي فيرمي، سي لوجيك. افتح لي غدوة لايف في النهار خويا ونفتح لك الكاميرا ونخليك تمتع. اوكي اختي حياتي، اوكي ان شاء الله. يا باميو باش ما نبقاش نهضر لك، نوري لك بلي حنا عندنا البنان وبلي عندنا الحليب وعندنا مشتقات الحليب وعندنا عندنا الفواكه اللي ما عندكمش في المغرب يا اخي، وعندنا لامبور اكسبو، عندنا كلش. بحالاش اللي ما عندناش في المغرب فواكه؟ ما كاين بزاف صوالح ما عندكمش. مثلا ما عندكمش، ما جوبونس ما عندكمش العقل. انايا اكثر حاجه تسحقوها فواكه اللي ما عندناش في المغرب شناهو؟ شوف انتايا، انا خطره واحد شفت واحد الفيديو صور مسكين لانجاس هكايا وياكل فيها ويقول لك والله من نقول لكم سميتها. بوعويد ما عندناش في المغرب. ما عندك؟ لا نو، صورها وليدكم وليد بلادك سوا ديزون، زعما حنا ما عندناش في الجيري. بارك الله عليك اختي، تحياتي. والله يا خويا شوف والله راك تعيي في روحك. الا حبيت نعرضوك نحطك في افخم اوتيل، والله غير على حسابي هكا انا نخلص لك هكا، مش ما تصرف والو من المطار. شوف نرفدك من المطار نحطك في افخم اوتيل ونفطروك ونعشيوك ونخرجوك تشوف الجزائر كيفاش دايره. ولكن نجيب خريطتي. دخل بخريطتك معليش، باسكو ماشي لعب، الله يسهل عليك. شوف انتوما راكو غير تلونوا، ما عندنا ما نديروا لكم. الله يحفظك. والله حبس شوف تقفوا شويه، ما تبقاوش غير طابور، بدلوا لنا شويه سيستم. واخا تحياتي حياتي. شكرا، ربي يحفظك. زغزال هاد السيده هادي. ولكن الخوت انا راه دابا كنناقش معاكم داكشي اللي قال فخامه الرئيس. انا انسان تيك توكي يناقش ما قاله رئيس دوله. الرئيس ديال الدوله قال نهار فاتح ماي فيه جزائريين يفيقوا مع الخمسه الصباح من اجل صاشي حليب، ماشي انا اللي قلت. انا اناقش معكم ما قاله. في نظركم علاش في الوقت اللي في جميع الدول المسلمه الفقيره والغنيه فيها الخمسه الصباح الناس كتكون غدا للجامع، غدا تصلي، غدا تقرب من مولانا، غدا تأدي الفريضه ديال صلاه الفجر والصبح، في عالم موازي باعتراف فخامه الرئيس في نفس التوقيت واحد الناس الله يكون معاهم كيكونوا غاديين باش يديروا الصف؟ هذا راه ماشي احتقار. لا الخوت، نناقش ما قاله فخامه الرئيس. ماشي انا اللي قلت، الله يرضي عليكم، باش ما تقولوش تقولوني انا قلت شي حاجه، انا ما قلت حاجه. نناقش ما قاله الرئيس الجزائري. بصافي الحال ما كانش منها، هذا هو الموضوع. السلام عليكم أمينة. مساء الخير اخي رضوان، معك انصاف. غير انت راك عارف كل مره يضربوا لي داك الكونت. تحياتي اخي. بالنسبه لفخامه الرئيس والكلام ديالو كنشكروه
يحيى عمي تبون على الصراحة ديالو، ورجل ما شاء الله متمكن كما نقولوا حنايا، خطاباته كما نقولوا هدافة، والهدف أصاب الهدف. هو كما نقولوا حنايا غير هذوك الناس اللي كي راه كيقول لك ما كاينش منها. هو قال الصراحة، غير واحد الميساج بغيت نوصله للإخوان ديالنا المغاربة. هذاك إبراهيم غالي دار واحد كما نقولوا واحد الندوة صحفية، وكيتكلم على الإمارات، والإمارات ما عطلاتوش اليوم، الله يعطيها الصحة، برافو الإمارات. شكرا أخي. تحياتي تحياتي، تبارك الله عليك. دونك نبقاو الخوت في الطابور، الله يرحم الوالدين، اللي قالوا فخامة الرئيس، ماشي انا اللي قلت، ماشي انتم اللي قلتوا، قالها فخامة الرئيس الجزائري الله يطول له في العمر. قال لك الجزائريين كينوضوا مع 5 الصباح يديروا الصف على جال الحليب. هو اللي قال، انا بغيت التفسير، واش كاين منها ولا منها؟ الجزائرية مرحبا اختي. السلام عليكم. السلام اختي، مرحبا بك يا لاله. يسلمك. مرحبا نعم، الله تفضلي. يسلمك. مرحبا بك. تفضلك. بارك الله فيك. يزيد فضلك. نعم، وش السؤال؟ هو علاش طلعتي دابا انت؟ طلعت نجاوبك، معليش. جاوبني اختي، جاوبيني. نجاوبك. بيان سور. إذا كان يهمك، معليش نجاوبك. ما كرهتش. حابب تفهم؟ إلا بغيتي أختي، إلا جات على خاطرك. عندك يعني مصلحة باه تفهم ولا كيفاه؟ أنا بغيت غير نفهم داك الشيء، واش كاين منها ولا ما كاينش منها؟ كاين منها، إيه كاين منها. وعلاش؟ كيفاه وعلاش؟ علاه أنتوما، لا أنتوما كيت مسؤول العائلة، رب العائلة، يا كينوض يصلي الفجر يجيب معاه الحليب والخبز ويدخل، هكذا ولا ماشي هكذا أنتوما؟ ها هكذا، ياك تصليو الفجر، رب العائله يصلي الفجر ويروح يجيب الحليب، يجيب كرواسون ولا خبز ولا يجيب حاجه، ويجي يدخل للدار يحطهم فوق الطابله، هكذا. يجيب ميل في واش يدو، يجيب بزاف ديال الحوايج، كاسويس، شوكولا، هكذا. حنا هكذا. انا جاتك، جاتك انت مغربه. انا ما حيت ما فهمتهاش دابا. انت هو كي تنوض، انت كي تم... لا 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 سامحني، انت كي تنوض تصلي الفجر الصباح، اسكو تجيب معاك في يدك ولا كيف؟ ولا حتى ينوضوا الاولاد يجيبوا لك، ولا كيف السيستم تاعكم؟ هذاك الشيء نفس السيستم اللي نعم؟ عندكم انتوما، نفس السيستم اختي اللي عندكم انتوما. اه ولا حرت ماله، ولا درت عليه موضوع. ولكن واش كي في 5 الصباح يدير الصف في 5 الصباح؟ نعم، حيت هو فخامة الرئيس قال صف. لا، صلاة الفجر على القدام. اه لا لا آه نعم، دابا هما الناس ملي كتكون خارجة من نعم الجامع، كملت. دابا الناس ملي كتكون نعم، خارجة من الجامع كتدير صف. ايه صف سي نورمال، كان في الجامع يخرجوا ما شاء الله يصليوا، راهم غاشي، راهم الله يبارك ما شاء الله، فهمت؟ وهذاك وقت الحليب اللي يوصل المدعم، المدعم يوصل الصباح يشريوه ويروحوا يفطروا، هذا ما كان ماشي الله يعني حاجة صعيبة. الله يسلمك، بارك الله عليك يا لاله، وشكرا الله جزيلا اختي، يسلمك. مرحبا بك. شكرا. وتاني انت، شكرا شكرا اللي انت راك معانا وتخمم علينا، وسبحان الله ما شاء الله قلب طيب، اخوكم اختي، اخوكم، راك تخمم علينا بزاف، ميرسي. تحياتي اختي، تحياتي، انسانة محترمة، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. دونك قلت الاخوان فخامه الرئيس الجزائري قال لكم كينوضوا في 5 الصباح يديروا الصف، كان منها ولا ما كانش منها؟ ولا راه غير ملي كيكونوا جايين من الجامع كيدوزوا. هنا الاخت الجزائري نطيق من السلام عليكم. وعليكم السلام على النورده. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي، مرحبا. مرحبا بك. مرحبا باختي، شكرا خويا يونس. مرحبا بلاله ورده. لالا وردة، مرحبا مرحبا بك بك أخي الكريم. مرحبا بك إيه قلت أختي. مرحبا بك أخي الكريم. مرحبا بك لالا، شكرا خويا يونس. كيفاش قست هاد الصف أختي؟ واش ملي كتكونوا خارجين من الجامع، ملي كتكونوا خارجين من الجامع كيما نقولوا، إيه حنا كيما نقولوا، أنت يا دوك تعقب على حوار الرئيس تبون،
قاعد وتعسو كلمه بكلمه. اطرح السؤال اختي. هي يعني قصدي انت يا قعدت هكا ستاديت حطيت تاي وقعدت تعس في كل في كلمه الرئيس كلمه بكلمه يا اخي. اناقش في اطار حريه التعبير اللي كيخو. سمعت الطابور. ايه شكرا. سمعت الطابور. اهلا لا مرحبا بك. والله دابا واش كاين كما قالوا اخواتاتي اللي قبلي حاجه كاين منها ولا غير ملي كتكونوا جايين من الجامع. والله والله اللهم ارزقني حاجه يا رب العباد باذن الله. شكرا معتمرا ان شاء الله يرزقني ربي حجه جديه باذن الواحد الاحد ان شاء الله. والعقوبه الوالده الكريمه تاعك اذا كان ماهيش حاجه. لا حاجه حاجه. اخي الكريم انا الحمد لله الزوج تاعي والاهل تاعنا احنا هنا كنشوفوهم كامل وخاوتي وناس كل ربي يبارك ما شاء الله كيروحوا يصليوا الفجر يروحوا يصليوا ومن بعد يروحوا كيما نقولوا لي غالغي الحوانات يشريوا الحليب الخبز كرواسون السفنج وكل واحد يمشي يشري لدارو ويجيب يحطوا نوضوا حنا هكا كنطيبوا الحليب نشعلوا البوست نطيبوا الحليب والقهوه حنا ثاني كنا صلينا في دارنا وفرحانين بديارنا وباهلنا ومالينا ولبسوا وليداتنا. نزيدك حاجه اخرى حقه لبسوا ولادنا باه يروحوا يقراو في المدارس واللي في الجامعات واللي في واللي يخدموا. هذا هو الطابور ها قلناه قالوا لك لبسوا ثاني في الجامعات. ما عندك تعقيب اخر تشدي كنلبسوا انا راح يلبسوهم على لبسوا الجامعات اخويا حنا تشوف فيهم دي زرقاز حنا رجاله ولادنا ونساء ربي يبارك ولدناهم خصك حنا ولاد الشهداء نجيبو غير رجال. الله يحفظك الحجه تحياتي لله ورده. ها زيد واش تعقيبك على رئيسنا المفضل وربي يحفظه تبون واش كاين عندك ما عندك تعقيب؟ الناس الله يطولوا في العمر يعني. الله يطولوا الصحيحه ان شاء الله باذن الله وهادشي اللي بغينا ليه عهده ثانيه باذن الله. انا حاب نسالك سؤال ثاني. بيان سور الحاجه بيان سور الحاجه تفضل الحاجه حاجه ورده حاجه ورده حاجه ورده ما كتسمعنيش الحاجه ورده. مشات الله يرحم لها الوالدين انسانه الله يعمرها هذا ناس ملاح ناس ملاح. دونك انا عرفتوا الاخوان ما تبقاوش تقولوا هذه المره راه فخامه الرئيس غير ما عرفش يعبر. راه الناس ملي كتكون جايه من الجامع كدير الصف عادي جدا عادي عادي جدا الخوت عادي عادي الله يطول في العمر اللهم بارك. الاخ الجزائري خويا الجزائري ما كاينش مشكل عندكم في الريزو. لا شكرا ديما مغرب تحياتي شكرا بزاف شكرا الخوت على الدعم ديالكم. الله 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 دمالو بدا يطيح عبد. نبقاو انا اخوان مع الـ مع هادشي اللي قاله فخامه الرئيس. دابا واش كاين منها ولا ما كاينش منها ولا راه قصد جايه من الجامع. السلام عليكم. السلام عليكم خويا الحبيب. تحياتي خويا. تحياتي لك اخويا على هذا البرنامج الكريم. مرحبا بك حبيبي. الله يحفظك اخويا متتبع ديالك. مرحبا اخويا شكرا للخوي صلاح الدين والهولندي مرحبا شكرا لك. رجل قضية الطوابير اخي خويا فخامة الرئيس قال بانه المواطن الجزائري مع الخمسة الصباح كيخرج يدير الصف على صاشي حليب. الاخوان على حسب ما فهمت دابا انهم كيديروا الصف ملي كيكونوا راجعين من الجامع. في نظرك علاش قبل كانوا كيقولوا لنا ما كانش منها ودابا ولا الجامع المسجد؟ اخويا رضوان حتى حنايا راه كنمشيو للجامع وكنجيو ولكن اخويا حنا ما عندناش الطوابير. يعني ملي كيديروهم الطوابير في البلاد ديالهم يعني عندهم نقص في الحليب. يعني كاين منها. كاين منها اخويا رضوان. اصدقاء ديالي جزائريين بزاف كيقول لي هذه المعلومه يعني الحليب ما عندهمش. الحليب ما كاينش. اوكي اخويا تبارك الله عليك اخويا شكرا جزيلا. الله يحفظك اخويا رضوان تحياتي لك. تحياتي شكرا. تحياتي خوت غير صبروا معنا الله يرضي عليكم ما تكعوش علينا. اخوان كاملين غيدوزو
بالنوبة بإذن الله. ألو، تعقيبكم على تصريح فخامة رئيس السي عمر. مرحبا. أهلا خويا رضوان. تحية. مساء سعيد. مرحبا بك سي رضوان الغزال. تحية. طبعا لاباس. لاباس. اسمع، عندك خبار أخويا؟ واش تبون ولا مروكي؟ هو اللي قال أخويا. حنت شكرا أمان. حنت ملي كيطلع شي واحد معانا وكيقول شي حاجة ما زويناش على الجزائر كيقول لنا هذا راه غير مروكي ولا حركي. خاين. نعم. هو ما عرفش دابا واش الرئيس، واش الرئيس دابا واش معانا ولا معاهم؟ شكرا سي يونس، تبارك الله على خويا يونس. نعم. واش معانا ولا معاهم دابا؟ دابا قال هو الحقيقة، حتى هو ما قال والو. شكرا. انتوما كيقولوا لنا ديما كنقولوا لهم عندكم سميتو الطابور ولا لاشين، كيقول لك ما كاش منا، ما كاينش لاشين. الامور الحمد لله الامور مزيانه. ولا قال لكم شي واحد شي حاجه بحال هكا واخا كيهضر باللهجه الجزائريه كيقول لك هذا راه غير مروكي ديالكم. وشوف خويا رضوان، فراسك القانون الجديد، القانون الجديد خرج غير هاد الايام ديال 30 عام ديال نعم 30 عام يلا اللي قال لك اللي سرب. شوف الا قال لك الامن ولا الجيش ولا نفهموها سرب شي اخبار. دابا حتى الاقتصاد، اقتصاد ومواقع التواصل الاجتماعي. واخويا شوف شوف اخويا رضوان، راه حنا واقيلا كثرنا شويه لا دوز، خصنا نخفوا شويه القضيه، راها كيزاد معنا الزايد. الواحد يجي يقول يا خبيره ديال الاقتصاد يصدق مضروب ب 30 عام ولا 20 عام ولا المؤبد. القضيه حامضه. وهذا الشيء ديال مواقع التواصل اخويا راه حنا واقيلا كما ولينا باسلين شويه، حتى واقيلا ما عجبناهمش. نحبسوا دابا طلع عليهم الدم كعينهم. نعم دابا نحبسوا، قريب نحبسوا. طلعنا عليهم الدم صاحبي، حتى حنا قشبنا عليهم بزاف صاحبي، كثرنا عليهم. و20 عام ولا 30 عام الحبس ولا المؤبد، وبزاف صاحبي الغضب هذا. الواحد يقول لك غير معلومه. نعم ولا نضربوا القيسه. لا اله الا الله. وشوف اخبار خويا الاخرى عاوتاني مأكده ديال غينيا غادي تلعب هنايا في المغرب مع الجزائر. دابا غير هو بقى عندهم الاختيار، غينيا المغرب كاليفيه الملعب ديال العيون، لان ما كانش كاليفيه ديال الشيخ الغضب. دابا غينيا عندها الاختيار، كتلعب في بركان وكتلعب في الجديده، بغات تلعب فين ما بغات كيبقى ليها الاختيار. حنا ما شغلناش، حنا ما سوقناش بلاد بلادها، بلاد بلادها تلعب فين بغات. وراعتي شنو لقيت؟ شوف غينيا حنا ما غنتحكموا فيها، التيران ديالها دير اللي بغات. واخويا رضوان انا شفت اخبار جديده هاد العشيه، شفت عندي اصدقاء افارقه القضيه عندهم شاخده ومحيحه، كيوجدوا واحد التونيات قال لك كيطبعوهم باغيين يديروا فيهم الخريطه ديال المغرب، وما باش بغا يلعبوا. راه كيوجدوا القضيه، راه مطلب شعبي هذا. اوكي اخي عمر، وحنا غنشوفوا في المستقبل. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك اخويا، تبارك الله عليك. تحياتي. غير الاخوان كنشوفوا واحد التصريح ديال المنصف، السي منصف وما فهموش مزيان، دونك خصو شي تفسير من بعد، ولكن بزاف ما فهموش مزيان. المهم ما عليناش، نبقاو الاخوان في تصريح فخامه الرئيس منصف الياس، غير بزاف ما فهمش، خداو غير ديك كامله. السلام عليكم حبيبي. السلام ورحمه الله. اهلا رضوان. تحياتي خلاص عليكش. تحياتي ليك. يعيشك. تسمع فيا مليح؟ نسمع خويا. تسمع الله يبارك يعيشك. واش الموضوع تاع اليوم رضوان؟ ولا طلعتي يا حبيبي انت؟ انا